هلا حبايبنا. هلا. شلونكم؟ هاليوم راح نسوي السويمينج بول. أول شيء مشي قبل عايش رأيكم بجودي أبوس الجديدة اليوم. سري الجرينات منامس على أساس أفتحها علشان يسوي لي هيجي مو شعري. بعدين هسه يعني راح نسوي مسبح اليوم. اشترينا مسبح كلش حلو واليوم تركيبة. وشوفوا أنا لابسة الملابس مالت السباحة. أي راضي كسرت هاي المسبح ونعتذر لأن المسبح انكسر داست على الباك. مجهزة حالي للسباحة وكلش متحمسة. يلا خلينا نركبه معاكم حتى إذا حبيتوا تشترون واحد مثله. طبعا جبنا مو الغالي عادي. أنا على أساس أجيب أكو واحد بألف وستمية بس هم زين ما جبته لأن كل الصعب مو صعب تركي هو صعب اللي ما يعرف زين. لازم تحفر القاعلة شوية وتجيب حصو ورمل زين وتدق القاع وتخلي قاعدات إلى بعدين تثبته. يعني قلت هم زين شغلة كثير هم زين هذا وإيش قد هو شهرين ثلاثة. خليكم معانا يلا. اوكي حبايبنا اول شيء هاي عندنا اياها من زمان يعني حطيناها تحته على مود تحمي من الحشيش. هاي الأعمدة وعد خلاهم حوالينهم لأن هي راح تكون دائري. طبعا القياس مالته هذا هو القطع مالته القياس 12 فيت العرض يعني هو دائري جبناه و33 إنش الارتفاع. طبعا اهم شيء وعد لازم يقرا الانستراكشن لكل شغله نشتريها. في ناس دائما يجيبون اي شغلات يقولون ما نعرف نركبها. دائما اي شغله يكون معاها هذا الكتالوج ويشرح لكم بالتفصيل. فاخذوا وقتكم حبايبي اقروا علشان تسوون كل شيء صح. شوفوا هاي شنو جاي هذا البوكس كله واحد وهاي البوكسات كانت داخل البوكس هذا الكبير. بعض الجماعه بعد نحن ما ركبنا وانت رسمات لابست لي مالتها تريد تسبح. انا حبالي صدق قاعد تحكي بعدنا ما ركبنا يراد ليوم كامل حتى انت لا يعني اروح اغير ملابسي يعني تفضل. يا الله يعني تفضل. سو هذا طلعناه هذا هو هو لونه جراي بس هذا البلو داخل شوف هذا من اللي قلدني بلو داخل اها شنو قلت؟ هذا عندي قديم يا اوكي خليته حاطين 69 مال 68 بس شلون موجود بهوم ديبو ب 20 دولار مره يجيبون كاسكو وبعدين قصوا الايج يا عشان يصير على قياسه حوالينا. هسا بلشنا نفتحها. اوكي هسا منا ثاني. واو غيرت الستيل مالت الكاميرا شوي علشان تشوفون الالوان. هذا يجي من داخل وهذا يجي من برا. طبعا هو بلاستيك بس يوحيلكم انه مثل النقشه مالت القعده مالتنا هذه. شوفي خل اوريكم اياها تقريبا. سوري كنت قاعدة شوي ما بلشركم من البداية شلون ركبوها. شوف كلش سهلات انه بس حطوا الحديدة من تحت. هاي تجي شنو؟ اوكي قاعدة تحت. اوكي بعدين شنو تجي؟ وحدة من هاي تركب هيج. اوكي بعدين شنو؟ وخر تعال منا تعال منا عيال عيال لا تشمرن فوق البايبات حتى ما يتعوجن شوي. تطلع يو هولد ات بابا. اوكي تجون كل مكان هيك تجون دخلوا هيك الباب زين نسبه بعدين البايب الثاني. شوف شلون خلاه. اوكي يدخل هنا واكو له براغي بس انا هسه بس اريد اوقفه زين حتى شنو بعدين يركب البراغي. البراغي بهذا الشكل شفتوا هذا الشكل زين بس شوي يوقف. ريحته غريبه زين نايس.
يعني هسه انا اذا دخلت شوفوا وين يوصل لي، يوصل لي تقريبا لخصري، يعني رجلي كلها تكون داخل بي، فمناسب عميق لان تمه على مود الاولاد. اي على مود الاولاد، عندنا على مود قياس، شوفوا هنا قياس ارسلان، وعندنا ايلان لا سمح الله، ايان ويزن بالله يعرفون يسبحون لانهم متعلمين من مدارس اللي كانوا بالامارات يعرفون، عندنا ارسلان ما يعرف لان احنا مدرستهم ما عندهم مال سباحه. حبايبي هاي احنا خلصنا تقريبا نصه، وهنا هذا تشوفونه هنا مكان الفلتر، هو يجي من عنده من نوبي فلتر، وشغله مهمه لما طلبته طلبت معاه الكفر، فلازم تطلبون حبايبي كفر عشان لا يتوسخ بعد ما تخلصون، لان شوفوا عندنا اشجار ممكن الاشجار يطيح عليه، الحشرات تطيح، فانتبهوا حق هذا الشيء. يعني اول ما تطلبونه لازم تطلبون معاه الكفر على قياسه. اكو يا منظفات شغلات هاي يس، واكو مثل الشبكه بعد اللي تشيلون اذا كان طاح شيء، ولا هاي بيها، هاي ما اشتريناها بعد لازم نشتريها، بس ان شاء الله راح نشارككم عنايتنا بالمسبح هذا، فتابعونا على حسابنا الانستغرام يومياتنا، وتشوفونا هناك حسابنا برومي روز نفس الاسم، راح تشوفونه انستغرام، تيك توك، يوتيوب، في كل مكان، سناب شات. حبايبي تركيبه كلش سهل، بس تركبون هذه الحديده هنا وتركبون هذه اليو وتدخلون الحديده هنا، فكلش سهل. انتل ناو خلصنا تقريبا، قاعد يدورون على حديده. يعني وين وديتوها بابا؟ ها؟ هاي وين لقيناها؟ وين؟ بيها بصندوق الزباله. شفت شلون؟ انت ارسلان؟ You said انت؟ I say اكو واحد يدب هاي بالزباله؟ دبها براس ابوه. يا حبايبي خلصنا هسه، بس نريد اللفه لان قلت الوعد. نعم هذا هنا هنا. اوكي اهم شيء الكتابه ما تكون مبينه. لا بس اكو كتابه هنا. ها وين؟ حياتي ما اقدر الفه تو ماتش، لا تقول لي الكتابه ما كتابه. يا زين اي انا هذا الماطور لازم نال كهرباء حتى اجيب له. زين لا تدخلينا بالله تضلين انت كتابه وكتابه ومكتابه وبطاطا ومخطاطه. اوكي حبايبي بس انا راح اخليكم، راح اشيل معاهم علشان اللفه، خلينا نشوف شلون. سو حبايبنا راح تظل هاي الكتابة هنا، كنت اريد انها تكون بالجهة الثانية، يعني شوفوا ماكو كتابة بس على مود الكهرباء من هذه الجهة، وهنا الفلتر. هسه حبايبنا اللي قاعد نسويه حطينا بيه ماي، وعلى ما ينترس وعد قاعد يركب الفلتر اللي جاي معاه. على فكرة قريت بالتعليقات اللي مشترينه يقولون كلش حلو سهل تنظيفه، وينصحون انك تجيب بعد فلتر همه. يا لازم تشترون فلتر اكبر من هذا، هذا يعني مو هالقد. مناسب حق سعره يعني. مناسب حق سعره بس هي على مود يحطون فلتر. يعني ها. المهم anyway. شو راح نركبه الحين؟ شنو القطع الجاية معاه؟ ممكن تشرح لنا؟ الفلتر من هنا البلاستيك يصير من برا، شوفوا يعني انا كله شفت شو اسمه مالته حتى الصور يعني شوفوا. زين هاي الشبك يجي خاف وسخ ما وسخ حتى يطيح هنا. زين اوكي هيك هاي ترشال. اوكي اوكي هيجي هاي راك خلصنا من اول وحده. اوكي وشنو هذا الثاني الصغير؟ شنو هو الزرف الصغير هذا؟ شنو مال شنو هذا؟ هو حتى الماي
يدخل منا انا يطلع منا. اوكي هسه الحين راح نرتب الغطاء، وهذه البايب اللي راح يجيب منا يدخل على الجهه الثانيه. راح تركب هنا هالطريقه اوكي زين، واشر من برا اوكي هالطريقه. فتحت شعري حبايبي، شوفوا ايش قد حلو صار. انا كلش احب هاي الحركه، انه اذا سبحت اقوم اسوي ضفاير وبعدين افتحها، يعطيني ويبي على الشعر. واهم شيء اهم شيء اني استخدم زيت بروميرو زيتي. انا كلش احب تحطونه على شعر مبلول، يعني تنشفونه يعني بعد ما تطلعون من الحمام تنشفونه بالمنشفه تخلونه، او على شعر ناشف. انا كلش احب لما يكون شعري ناشف اخلي على فروه الراس قطرات جدا بسيطه اوكي، واخلطها بهذا الشكل واحطنها على فروه الراس مع مساج. يا الله يعني تخيلوا هاي شغله بسيطه تخلونها وتكملون يومكم، ما يحتاجكم تغسلون شعركم، يساعد على تحفيز نمو الشعر، يطول الشعر ويقلل بنسبه كبيره من تساقط الشعر، ويعطي يعني يعطي التغذيه المناسبه للشعر. وبهذا الشكل شوفوا خلصنا اوكي. تقدرون تطلعون تسووا له ستايلين شعركم. راح نسمع هسه وين طالعه خالي. نوصل لجميع دول العالم والشحن مجاني لفتره محدوده، واستخدموا كود الخصم ZW10 عشان تاخذون خصم 10% من هذا الزيت الرائع. يعني ليش ما تخلين W شو اسمه Z وعد الخصم نو ZW كافي عليك، اصلا حطيت الحرف الدبليو. المفروض اكتب، المفروض اعطيكم كود خصم زوزوتين صح ولا لا؟ فلوسي لا فلوسي. حبايبي مكون من مكونات طبيعيه 100%، زيوت كلها طبيعيه، واحلى شيء ريحته تجنن. جربوه واخذوا صور دائما قبل وبعد الاستخدام، ودزوا لي صور. انا كلش سعيده اذا دزوا لي على صور على الخاص الانستغرام مالتنا بروميرات. وهسه حبايبنا تقريبا الربع انترس، فتحناه الساعه 1:51. كم الساعه هسه يمك؟ انا مو على هاي ها فلوس الماي منو راح يدفع؟ امك دق عليها ودي فلوس. اي اوكي هسه بس شوف الساعه كم هسه صارت. ما عندي تليفونك. انا اجيب تليفون. اوكي حبايبي فتحناه الساعه 1:51 دقيقه، وهسه الساعه 4:22 دقيقه حسبوها، وانترس تقريبا راح شويه ويصير نصه. يعني تقريبا ايش قد؟ يعني تقريبا ساعتين ونص، تقريبا ساعتين ونص وبعدها ما انترس نصه. انا لفيت شعري بهذا الشكل على مود ادخل معاهم. بس بشرون الماي بارد؟ بارد طبعا. اوه you gotta get when you put your whole body into it like for 5 seconds I'll go. هلو. طبعا بعد ما انترس كلش الساعه شنو؟ الساعه 6. ها بابا الساعة 1:50، يعني تقريبا صار لنا 4 ساعات الآن وبعدها ما انترس. علم كم ساعة؟ وش قد قياسه هذا 12؟ 12 فيت. ارتفاعه؟ 33 انش. الماي بارد بس هنا بهاي المنطقة لأن الشمس جاية فهنا الماي دافي. شوف هذا يريد يصعد هنا. وين؟ قبل شوي كان ما أبي ماي هواية خالي. هذا لازم ندير بالنا. نوخر كل شيء. وين؟ يلا يا تعال. تعرف شنو يرادنا نروح نشتري شغلات هنا؟ هاي اريد انا اخليها مثل الباد وانام عليها. اي حلوه بالماي. ما هو مسبح ايش كبره؟ هو 12 شو اسمه تريد تشتري لي بعد؟ يعني بس تخلين شغله نسد المسبح. شنو يوميل؟ شلون فتحت الباب انت؟ انت 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 ليش فتحت الباب؟ طبعا حبايبنا لعبنا واستمتعنا به، بس شنو الماي بارد. بارد
يا كان بارد يعني لازم يكون يوم يا من كان بهالقد ما يا وشوف زعلان شوف زعل زعل شوف يريد يصعد يسبح طبعا شوفوا حبايبي قلنا لكم خليني اشيله طبعا اذا عندكم اولاد ديروا بالكم ما تعيف المسبح يعني انا مدام هم موجودين ما عفته والله بقيت قاعد هنا لحد ما خلصوا ديروا بالكم انتبهوا على اولادكم مو حسب بالك يعني هذا انا اوخرتهن اوكي هسه ابني قام خلص راح اغطيه ما اخلي الدرج يمه هم انتبهوا اي شيلوا الدرج ما تخلون مدام عندكم لان انت جوا ما تدري يصعد طبطح يا سمح الله الله يخليك انتبهوا زين لا تقول لي ها اولادك كبار اي بس ما دام عندك اولاد صغار انتبه زين والله يحفظ اولادنا اولاد قاعد يضحك وهسه راح نغطيه شوفوا هذا اشتريناه طبعا ما يجي معه هو كان بس السويمينج بول هسه يجي اوكي هذا هو اشتريناه تقريبا سعر السويمينج بول 250 دولار هذا كم سعره الكفر؟ والله ما ادري 50 40 40 40 يمكن ايه هذا الحدود يعني تقريبا كلف 300 يعني الفلتر اكو مواد ثانيه تتخلى وياه هسه نشوف شنو يعني نخلي وياه حتى تشغلوه بتوقيت ساعه ساعتين ثلاثه اربعه حلو بتوقيت يعني يشتغل يدخل منه شوفه هو اهم شيء هو احنا ايش قد استخدامنا بس بالصيف اي يعني ثلاث اشهر يتمتعون وبعدين بارده ندب الماي ونخلي بدون ماي السنه الجايه قاعد سمعون يا قلت لي صديقتي ويا صباح الخير يوم جديد مع السويمينج بول خلنا نوريكم ريوقنا يس ماما هذا الريوق اليوم سويته وهذا طبعا بس حق يزل لانه ما يريده مع بيض خلينا اوريكم الجو اليوم حلو ببرود كلش خفيفه وهذا هو السويمينج بول حطينا هاي عشان ينزلون ويصعدون عليها اوكي حبايبي اجى الوقت ان نسكر هذا الفلوج اي يلا قول لهم شيء وجينا نهايه برنامجنا لهذا الاسبوع يا زين وقاعد نتريق زوزو طبعا عندنا سوالف واحد يتريق نسينا ما ختمنا الفلوج اوكي حبايبي نشوفكم ما طرنا شوي نشوفكم على خير بفيديوهات ثانيه لا هم تاخروا حرامي يدون يروحون لا تنسوا تتابعونا تابعوا قناتنا اليوتيوب تابعوا التيك توك والانستغرام نفس اسمنا برومي روز نشوفكم على خير بايام ثانيه وفيديوهات ثانيه واذا عندكم اي اقتراحات كتبوها تحت بالتعليقات لا تنسون تتابعوني على حسابي الخاص وعد برومي روز يا سلام وانستغرام نفس الشيء يا سلام على قاعد اسوي تسويقات انت الك ها طبعا